أهلا بكم من جديد. أعلنت هيئة تنظيم سوق العمل تخفيض رسوم العمل الشهرية ورسوم إصدار وتجديد تصاريح العمل بنسبة 50% لمدة 3 أشهر بدءا من الأول من يوليو لعام 2020. كما أعلنت هيئة تنظيم سوق العمل إعفاء من رسوم العمل للقطاعات الاقتصادية الأكثر تأثرا من تداعيات فيروس كورونا، وذلك لمدة 3 أشهر بدءا من الأول من يوليو لعام 2020. وأكدت الهيئة أن هذه القرارات من شأنها دعم وإسناد القطاعات الاقتصادية من خلال توفير السيولة المالية اللازمة لمؤسسات القطاع الخاص. أعلنت طيران الخليج الناقلة الوطنية لمملكة البحرين استئناف رحلاتها المجدولة المباشرة إلى كل من أثينا والقاهرة بدءا من الأول من شهر يوليو لعام 2020، وتعد الوجهتان من أكثر الوجهات شعبية على شبكة طيران الخليج لأهميتهما كنقاط وصل بمنطقتي البحر الأبيض المتوسط وشمال إفريقيا. كما وتسير الناقلة رحلاتها حاليا إلى كل من لندن وباريس وفرانكفورت ومانيلا وباكستان. عقد مؤتمر صحفي افتراضي للكشف عن آخر التحديثات نصف السنوية لمشاريع شركة ديار المحرق، حيث تهدف الشركة إلى خلق مشروع حيوي يثري حياة الأشخاص والذي صمم ليكون بمثابة موطن للجميع من خلال تقديمه تشكيلة واسعة من وحدات التملك الحر وغير الحر في مختلف أنحاء المدينة. وللحديث أكثر عن هذا الموضوع يسرنا أن ينضم معنا عبر الهاتف الرئيس التنفيذي لشركة ديار المحرق المهندس أحمد العمادي. مساء الخير أستاذ أحمد، وبداية ما هي مقومات المدينة الحضرية المستدامة من الناحيتين البيئية والاقتصادية؟ بسم الله الرحمن الرحيم. في البداية أحب أشكرك على الاستضافة وإتاحة الفرصة لي اليوم. عند تصميم أي مدينة مستدامة يجب الأخذ بعين الاعتبار التأثيرات الاقتصادية والبيئية، وشلون نقدر ان احنا نستفيد من التكنولوجيا بطريقة ان هي تعطي حياة افضل للناس. وهذا هو المنهج اللي اتبعناه في ديار المحرق. فما كانت رؤيتنا فقط ان احنا ننشئ مدينة مستدامة، بل كنا نفكر في مستقبل مستدام للمنطقة. وعشان نحقق هالشيء قمنا نستفيد من التقنيات الحديثة الموجودة وقت تصميم البنية التحتية. نعم. فمثال على ذلك يعني مثلا انشاء شبكات الصرف الصحي كانت تعتمد على الجاذبيه في ديار المحرق، وهذا الشيء يقلل من اعباء الصيانه ويقلل من التكلفه التشغيليه. ومن اجل يعني سلامه البيئه البحريه حطينا شعاب مرجانيه في جميع انحاء الجزيره عشان نجذب الاسماك. فهذه الاشياء مهمه من اجل الاستدامه البيئيه. اما الناحيه الاقتصاديه حطينا في بالنا رؤية المملكة الاقتصادية 2030 قدامنا، وقت اللي احنا نطور المخطط الرئيسي حق ديار المحرق. نعم أستاذ أحمد، كيف سيحقق هذا المشروع قيمة مضافة واستدامة على المستوى الاجتماعي؟ البحرين دائما انعرفت كمجتمع يرحب ومنفتح، فديار المحرق استلهمت هالشيء من مدينة المحرق القديمة اللي سكانها كانوا كلهم يعرفون بعضهم البعض. فحتى التصميم المعماري للأحياء السكنية خدناه من العمارة البحرينية الأصيلة، لكن يعني بسبب التكنولوجيا اليوم العلاقات الاجتماعية تغيرت وشهدت تراجع ملحوظ من الكل. لكن كان هدف مهم بالنسبة لنا في ديار المحرق أن السكان يتمكنون من التفاعل مع بعض وتكون عندهم علاقات اجتماعية مع جيرانهم. فاستثمرنا في البنية التحتية بطريقة أن سوينا مسارات للمشي، مسارات للجري، حق السياكل، البحر الساحل موجود. فكل هاي الاشياء تخلي الناس ان شاء الله عقب هالازمه، عقب هالغمه ان شاء الله الله يشيلها عنا، انها تكون تختلط مع بعض اكثر. نعم. وتكون يعني موطن للجميع. نعم، المهندس احمد العمادي الرئيس التنفيذي لشركه ديار المحرق، شكرا جزيلا لك. والان نترككم مع اسعار صرف الدينار البحريني مقابل العملات الخليجيه والعالميه. النشرة الاقتصادية مستمرة من تلفزيون البحرين وفيها بعد قليل.
مصر تكتشف أول حقل للغاز الطبيعي في امتياز شمال الحمال. نواصل النشرة الاقتصادية مشاهدينا مع فقرة إغلاقات البورصة لنهاية تعاقدات هذا اليوم، ونبدأ مع بورصة البحرين، حيث أقفل مؤشر البحرين العام عند مستوى 1272 نقطة بانخفاض بنسبة 43%، وذلك عائد لانخفاض مؤشر قطاع البنوك التجارية، وقد تجاوزت كمية الأسهم المتداولة 3,886,000 سهم بقيمة إجمالية تجاوزت 324,000 دينار تم تنفيذها من خلال 57 صفقة. وقد تركز نشاط المستثمرين في التداول على أسهم قطاع الاستثمار. أما بالنسبة إلى أغلاقات باقي البورصات الخليجية، فنبدأ مع السوق المالية السعودية التي أغلقت عند مستوى 7,253 نقطة بارتفاع بنسبة 0.40% لتكون الرابح الأكبر بالنسبة لتداولات هذا اليوم. أما سوق أبوظبي للأوراق المالية فقد أغلقت عند مستوى 4,285 نقطة بانخفاض طفيف بنسبة 0.2%. أما سوق دبي المالي فقد أغلقت عند مستوى 2064 نقطة بانخفاض بنسبة 0.4%. أعلنت وكالة التصنيف الائتماني العالمية ستاندر أند بورز إبقاءها على النظرة المستقبلية لتصريف بنك ABC عند مستقر، مع تثبيت التصنيف الائتماني الطويل والقصير المدى عند A3 وBBB-. وفي بيان نشر مؤخرا للوكالة، أكدت ستاندرد أند بورز بأن النظرة المستقبلية المستقرة تعكس وجهة نظرها للمركز المالي القوي للبنك والقاعدة الرأسمالية للمجموعة، مضيفة أن تراجع أسعار النفط وآثار جائحة كورونا من شأنهما التأثير على جودة أصول البنك، إلا أن التزام البنك بمعايير الاكتتاب الأكثر حصافة بالإضافة إلى متانة موارده الرأسمالية من شأنهما المحافظة على جدارة البنك الائتمانية. عقد المجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية بنجاح الجلسة الافتراضية الخاصة تحت عنوان الخدمات المالية الرقمية، هل تعتبر عائق أم فرصة نمو للصناعات المالية الإسلامية؟ وتم تسليط الضوء على التحديات الرئيسية التي تواجه البنوك والمؤسسات المالية الإسلامية لتبني حلول التكنولوجيا المالية وعرض أهم مزايا اعتماد التكنولوجيا في المعاملات البنكية. وأشارت نتائج تقرير الاستبيان العالمي للمصرفيين الإسلاميين لعام 2020 الذي أطلقه المجلس العام منتصف الشهر الجاري أن 61% من قادة البنوك الإسلامية يفضلون اقتناء الخدمات المالية الإلكترونية من شركات التكنولوجيا، وذلك حسب احتياجاتهم الداخلية. أعلن طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية المصري تحقيق كشف تجاري للذهب في منطقة إيقات بصحراء مصر الشرقية. وأوضح الملا في بيان من الوزارة أن احتياطي الكشف يقدر بأكثر من 1,000,000 أوقية من الذهب بحد أدنى وبنسبة استخلاص 95%، والتي تعتبر من أعلى نسب الاستخلاص، وبإجمالي استثمارات تبلغ أكثر من 1 مليار دولار على مدار 10 سنوات المقبلة. نبقى في مصر، حيث أعلنت شركة إين الإيطالية اكتشاف أول حقل للغاز الطبيعي في امتياز شمال الحماد بدلتا النيل في المياه الإقليمية المصرية قبالة سواحل البحر الأبيض المتوسط. وفي بيان لها قالت الشركة الإيطالية إن البئر الجديد يقع على عمق 22 مترا من قعر البحر وعلى بعد 11 كيلو مترا من الساحل، مما يؤكد إمكانات إنتاج الغاز الطبيعي في المياه البحرية المصرية الضحلة.